طبقا للنظريه تعلقها في عالم ويطلع سالم، احنا نكلم بقى شيخنا وصديقنا العزيز الشيخ احمد الملكي ويقول لنا ايه الحكايه دي والموقف الديني من موضوع دوله بتقول بلاش حمل في هذه الفتره مع كورونا. شيخ احمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ محمود. والله لك وحشه يا شيخي، لك وحشه ولك معزه كبيره. انت وحشتنا كثيرا والله. الله يحفظك. الله يحفظك يا شيخ. يا رب كل عام وانت بخير يا رب. صحة والسلامة يا رب. ربنا يبارك حضرتك. شيخنا دلوقتي الدولة بتقول بلاش الحمل عشان كورونا، فاحنا عندنا سؤالين محددين لحضرتك. تمام. رأيك في الأمر ده بصفتك من أعضاء الفتوى. اتفضل. ورأيك في مسألة إن لو سيدة ظروفها الصحية عندها أمراض مزمنة وحاجات زي كده وهي حامل في الشهر الأول أو الثاني، هل الدين يسمح لها بالإيجاد إذا قال الطبيب ذلك أو لا يسمح؟ هنسمع حضرتك. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما أعطيتنا، اللهم آمين. طبعا برحب بحضرتك السادة المشاهدين وأوحشتنا كثيرا يا أستاذ محمود. بارك الله فيك يا مولانا. ربنا يحفظك يا رب، ونسأل الله عز وجل أن يرفع الوباء والبلاء عنا وعن سائر بلاد العالمين يا رب العالمين. آمين. قرأت يعني البيان الصادر عن وزارة الصحة المصرية في كثير من المواقع اللي هو بيتكلم اني او يحث المرأة الحامل اللي هي لو سمحتوا يعني اخروا، او كل زوجين اخروا لو سمحتوا لانجاب المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي، اللي هو مسألة تأخير مش منع ولا حاجة، هي مسألة تأخير الانجاب. ايه السبب؟ قال والله المرأة الحامل بيبقى عندها نقص مناعة، فممكن نقص المناعة ده ممكن المرأة اللي بيبقى عندها نقص مناعة ممكن يجي لها الفيروس يعني، فممكن تتأثر بسبب نقص المناعة، ممكن يؤدي ذلك إلى مضاعفات خطيرة جدا للمرأة، فهو بيقول والله يفضل ذلك. الأمر الثاني اللي هو قضية إن احنا دلوقتي خلينا نقول في حالة طوارئ في المستشفيات، وطبعا أنا أوجه كل التحية والتقدير للأطباء طبعا الجيش الأبيض. أشكرك على هذه التحية، وأنا أنا كمان يعني بنضم ليك في تحية كبيرة جدا جدا لكل طاقم التمريض من أطباء ومساعدين وممرضات وممرضين. طبعًا ليهم طبعًا. كل التحية والاحترام والتقدير. كل التحية والتقدير والاحترام، ونحن يعني بندعو الله عز وجل لهم، واحنا وراءهم بالدعاء يعني ان ربنا يحفظهم ويسلمهم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ويد الله تعالى. احسنت يا احسنت يا شيخ. هم بقى الوزارة طبعا احنا عندنا حالة طوارئ، فتقريبا معظم عندنا مستشفيات كتيرة جدا عزل، فهو بيقول لو سمحتوا نأخر. طب تعالوا نتكلم على الأصل بقى، الرؤية الشرعية أو النظرة الشرعية لقضية أصلا تأخير الإنجاب عامة قبل بقى ما يكون فيه وباء أو ما إلى ذلك يعني. فهل يجوز تأخير الإنجاب؟ اتفق الزوجان إن لو سمحتوا تعالوا نأخر الإنجاب شوية، محتاجين إن إحنا ناخد هدنة، نعرف بعض، نتعرف على بعض سنة سنتين ثلاثة، وبعد كده نرستق امورنا يعني زي ما بيقولوا، وبعد كده ممكن نفكر في قضيه الانجاب. احنا ما بنمنعش بس احنا بنأخر شويه، هل ده ينفع ولا ما ينفعش؟ لما نيجي في الحديث كما في الصحيح كما عند البخاري ومسلم، كنا نعزل والقران ينزل. طيب هو العزل ده ليه؟ العزل ده عشان ما يحصلش انجاب، يعني هو بيعملوا العزل ده عشان ما يحصلش انجاب. طيب ما يحصلش انجاب لاسباب كتيره جدا، ممكن عندهم اسباب اقتصاديه، ممكن يكون عندهم اسباب نفسيه ان هم محتاجين ان هم يتعرفوا على بعض، لكن الوارد في حديث النبي في الحديث اللي هو كما في الصحيحين كنا نعزل والقران ينزل، بل ان حصل ايام النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو يا رسول الله يعني احنا ممكن نعزل وما الى ذلك، فالنبي قال لهم ما قدر الله سيكون، يعني انت ممكن تعزل وممكن ما تصيبش، يعني ممكن تصيب مره وتغلط مره، لكن ما قدر الله عز وجل سيكون. فاللي كان السائل اللي بيقوله الكلام ده لم يمنع الرسول عليه الصلاة والسلام، هو لم يمنع صلى الله عليه وسلم. نعم. إلا لو كان حرام لا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، لأن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما علمنا الأصوليون، لما يكون في بيان وفي حاجة دلوقتي لازم أبين، فما ينفعش إن النبي أخر عليه الصلاة والسلام. فهنا بيقولوا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ده في الأمور الطبيعية. فلو كان عندنا بقى امور استثنائيه، عندنا زي الوباء اللي حاصل دلوقتي والاطباء بيقولوا ان المراه بيبقى المناعه بتاعتها قليله فممكن تكتسب الفيروس اللي هو منتشر، نسال الله العفو والعافيه، فهل ينفع؟ طبعا يعني احنا قلنا الاصل
فيجوز بالتالي ان يجوز تاخير الانجاب. احنا ما بيقولوش منع، وانا قرات البيان كويس جدا، ما بيقولوش منع، لكن هو بيقولوا لو سمحتوا ناخر شويه. لا، هم بيقولوا منع الحمل في الفتره الحاليه. أيوة، وحين تزول الغمه ترجع الامور لطبيعتها. ايوه، هو مش منع دائم، يعني انا قصدي اللي هو منع مؤقت. طبعا. فالمنع المؤقت اللي احنا بنسميه التاخير، يعني ناخر شويه قضية الإنجاب، فده لا بأس به إن شاء الله. إذن ده تمام. نيجي بقى لسيدة حامل في الشهر الأول أو الشهر الثاني، وعرفت إن المسألة فيها خطورة، والدكتور قال لها كده خطر على صحتك، المناعة بتاعتك قليلة، وأنت عندك أمراض مزمنة، فلا بد من الإجهاض. الطبيب اللي هيقول كده، مش الست. طيب، خلينا بس نفرق اللي أنت حضرتك قلت حاجة في الشهور الأولى أو في الشهر الأول. يعني احنا عندنا بنفرق. ايوه طبعا، انا بكلمك على 3 اشهر، بعد كده ما ينفعش. ما هو بعد كده ما حدش يقدر يتكلم خالص. فيها تفصيل برضو اللي بعد كده. يعني احنا عندنا في الشهور الاولى، اللي هو في المرحله الاولى اللي هو قبل مرحله التخليق اللي احنا بنقول عليها دي، هل يجوز الاجهاض لسبب ما؟ احنا عندنا مذهب بعض الحنفيه والمعتمد عند الساده المالكيه، وعلى فكره هذا قول الامام سيدنا الامام الغزالي عليه رحمة الله، وهذا يعني قول ابن تيمية وقول كثير من أهل العلم في المسألة. الغزالي محمد الغزالي ولا أبو حامد؟ لا، سيدنا الشيخ الإمام أبو حامد كما في إحياء علوم الدين. أبو حامد الغزالي. تمام. فمنعوا الإجهاض ولو ليوم واحد، يعني ولو ليوم واحد. وعلى فكرة القانون المصري بياخد بالفتوى دي، وأيضا عندنا دار الإفتاء المصري. معلش، أنا آسف، ماذا تقصد بيوم واحد؟ يعني لو الحمل يوم واحد ما ينفعش الإجهاض. الحمل مين بيقول كده؟ ما ينفعش الإجهاض. مين اللي قال كده؟ المعتمد عند المالكية وبعض الحنفية، المالكية الإمام الغزالي، واختيار ابن تيمية رحمة الله عليه، والقانون المصري بياخد بالكلام ده. لكن ده الأصل، اللهم إلا إذا كان هناك سبب بقى. يبقى احنا هنا نيجي بقى لحالة الاستثناء. حالة الاستثناء اللي هو حصل مرض، واحنا محتاجين دلوقتي الدكتور بيقول لها ما ينفعش الحمل، هيؤثر على صحتك او لسبب اقتصادي مثلا. يعني عندنا مذهب الحنفي بيقول لو ان المراه هي حملت وهي كانت لسه بترضع، فاللبن توقف، خلاص اللبن هيتوقف عشان هي حامل، وزوجها خايف ان هو يجيب يشتري لبن مثلا، هو كان بيقوله استئجار مرضى. يعني احنا دلوقتي بنقول مش قادر يشتري لبن من الصيدليه، اللبن غالي، هل يجوز الاجهاض في الحاله دي؟ قالوا ايوه يجوز الاجهاض في الحاله دي، ما دام لسه احنا في الشهور اللي في الشهور الاولى. لغايه قد ايه بقى يا دكتور؟ لغايه قد ايه يا شيخ احمد؟ لغايه قد ايه يعني يجوز الاجهاض في اي وقت؟ ما هو يجوز الاجهاض لغايه قبل 120 يوم. قبل 120 يوم. قبل 120 يوم. طب لو بعد 120 يوم؟ حضرتك ذكرت ان بعد 120 يوم في مخارج، ايه هي؟ بس انا عاوز اوصل نقطة تانية، اللي احنا عندنا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، هم يعني عندهم لو كان لغير سبب قالوا جائز، بس يعني الانسان عليه التوبة والاستغفار. يعني من غير سبب. قالوا جائز بس عليه التوبة والاستغفار، بس هو يعني هنا عليه توبة ان هو يستغفر الله عز وجل ويتوب الى الله ويتصدق وما الى ذلك. طب لو احنا عندنا 120 يوم، عدينا ال 120 يوم وحصل التخليق بقى، تمام؟ ده حكمه ايه؟ قالوا لا يجوز الاجهاض قولا واحدا اللهم الا اذا كان هناك في سبب محقق او في ضرر سيقع على الام، ضرر لا شك انه محقق، بيقولوا يا اما الجنين يا اما الام، يعني يا اما الاصل يا اما الفرع. فهنا بيقول لك لا والله، اللي احنا نحافظ على الاصل، واللي احنا يعني يجوز الاجهاض في هذه القضيه، خاصة لو كان في ضرر محقق على الأم. وده اللي مش محدش هيثبته إلا مين؟ يعني ما ينفعش الزوجة تيجي تقول أنا شايفة، أو الزوج يقول أنا شايف. لا، اللي بيقول الكلام ده اللي هم الأطباء الثقات، وإحنا دايما نقول تحت كلمة ثقات دي كم خط. تمام. يعني تمام يا دكتور شيخ أحمد، والله أحسنت. طبعا إحنا ما سألت الإجهاض إحنا ما بنتكلمش فيه، إحنا ما لناش يعني نعم ما بنحبش الحكاية دي خالص. نعم، لكن صحيح. إحنا في نفس الوقت بنقول بنشوف الدين قال لنا إزاي نتصرف عشان لو في سبب طبي، ولذلك الطبيب هو صاحب الأمر في هذا الأمر. صحيح، وخاصة إن الإنسان لما يعرف إن في أصلا كمان لو حصل إجهاض بدون سبب بعد 120 يوم في كفارة، والكفارة دي عظيمة جدا، محدش دلوقتي أنا أعتقد إن فيش حد يقدر عليها، اللي هو مقدار 5 من الإبل أو تقريبا 213 جرام من الذهب الخالص. مهم جدا المسألة دي، مع الإطعام 60. ده إيه ده؟ فدية إيه ده؟ ده لو حصل اللي هو الإجهاض بعد 120 يوم. فدي كفارة عظيمة جدا يعني.
كفارة عظيمة جدا. يعني نخلص إلى أنه السيدة الحامل ربنا يعني يسعدها وتتم حملها ويبقى كله تمام، لكن إذا كان في مخاطر فالدين في مخاطر بيسمح، والطبيب هو اللي يثبت الكلام ده. يعني الطبيب هو اللي بيقول بمعرفة الطبيب مش بمعرفتك. الطبيب لا مش بمعرفة المرأة، يعني ما ينفعش تيجي تقول أنا تعبانة شوية أنا حاسة بالضغوط فينفع أقول لها لا لازم الأطباء. إذا الطبيب قال إن المسألة خطر فيبقى كويس. صحيح تمام يا شيخ، تمام يا شيخ أحمد. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، الله يزيك. الله يفتح عليك إن شاء الله يكون لنا لقاءات قريبة يا شيخ أحمد. ألف شكر حضرتك. ربنا يبارك فيك شيخ أحمد الملكي. ألف شكر ربنا يعزك. سيد محمود ربنا يكرمك. صباح الخير.